عدنا إلى الصراع من لحظة نشوئه بين الفلسطينيين بين الشعب الفلسطيني وبين إسرائيل، وكأنه يعني الصراع يعود للعام 48، الأرض لنا وليست لكم. تماما، هذا ما كنا نقوله على مدار السنوات الماضية، بأنه إسرائيل حسمت هذا الأمر بشكل نهائي وقضت على وهمين. يعني مشروع أوسلو كان قائما على وهمين: الوهم الأول إمكانية الوصول إلى حل وسط مع الحركة الصهيونية، وهذا كان يعني الفلسفة التي كانت تدعم فكرة اتفاق أوسلو وما سمي بحل الدولتين وإلى آخره. الحركة الصهيونية قبل هذه المعركة حسمت الأمر وقالت للفلسطينيين لا مكان لحل وسط معي، لا تريد حل وسط. والوهم الثاني كان أن الولايات المتحدة تستطيع أن تقوم بدور وسيط بين الفلسطينيين والإسرائيليين أو بين العرب والإسرائيليين، والنتيجة كما نراها انحياز مطلق أمريكي بكل معنى الكلمة من قبل كل الإدارات سواء كانت ديمقراطية أو جمهورية، كلها مع إسرائيل. وبالتالي الوهم الأول زال والوهم الثاني زال، وما قاله المجاهد حسن نصر الله اليوم هو يعني تأكيد استراتيجي على رؤية استراتيجية نتشارك بها، أن الحركة الصهيونية أعادتنا إلى جذر الصراع، وهو أن هذه الحركة هي مشروع استعمار استيطاني أحلالي. الواقع أننا عدنا ليس لعام 48 بل لنهاية القرن التاسع عشر، عندما بدأت هذه الحركة بالاستيطان في فلسطين وأعلنت نيتها أنها تريد أن تأخذ كل فلسطين، بل أكثر من ذلك بالنسبة لها إسرائيل هي من النيل إلى الفرات. بالمناسبة ليست صدفة أن نتنياهو في خضم هذه المعركة كرس وقتا قبل أيام للاحتفال بجابوتينسكي. جابوتينسكي صاحب نظرية إسرائيل الكبرى ونظرية ترحيل الشعب الفلسطيني بكامله من أرض وطنه، لأن جابوتينسكي كان يؤمن بأنه لا حل مع الفلسطينيين. كان يقول هؤلاء لن يرضخوا ولن يقبلوا ولن يقبلوا حتى بحل وسط. لن دكتور يقبلوا دكتور الآن كيف سيكون الصراع بهذا الشكل وفي دول وفي بيئة سياسية عربية كاملة بنت سياساتها وعلاقاتها الدولية واتفاقاتها وخطابها السياسي وخطابها الإعلامي وإلى آخره على هذا على هذه المرحلة التي قال عنها الأمين العام بأنها ذابت أو تتلاشى، وهي أن إمكانية التفاهم بين العرب وإسرائيل على قاعدة الأرض مقابل السلام، على قاعدة استعادة الحقوق مقابل الاعتراف بإسرائيل. يعني في ثقافة، في بيئة سياسية، في نظم كلها قامت على هذا على هذه النظرية التي نقول اليوم وهي أنها تتلاشى، وهي نظرية خاطئة. وخطأ أيضا أن تستمر السلطة الفلسطينية بالإيمان بها، وليس فقط بعض الدول العربية. والدول العربية التي ما زالت تتمسك بها أو الحكومات العربية لنقل وليس الشعوب العربية، لأن الشعوب العربية موقفها واضح، هي مقتنعة بما نقوله. المشكلة أنه في بعض الحكومات ما زالت متمسكة بهذا النهج، وهي تتجاهل عن عمد ما تقوم به إسرائيل من تهديد لوجود بلدانها نفسها. يعني لما بقف سموتريتش في باريس يلقي خطابا على منصة، في مقدمة المنصة خارطة إسرائيل الكبرى التي تضم ليس فقط كل فلسطين بل الأردن أيضا وأجزاء من السعودية وأجزاء من سوريا ومن لبنان، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن هذه الدول مهددة. عندما تتحدث إسرائيل عن تطهير عرقي للضفة الغربية وتحرير الفلسطينيين، إلى أين؟ إلى الأردن، يعني تهديد الأردن مباشرة. من تآمر، دعني أضيف، من تآمر على نهر النيل ومياه مصر مع إثيوبيا؟ أليست إسرائيل؟ من تآمر على السودان ودعم تجزئته؟ أليست إسرائيل؟ من يتآمر الآن على دول عربية، لا يعني على العراق وعلى سوريا وعلى إسرائيل؟ ولماذا إسرائيل تتآمر على إيران بالمناسبة وتحاول أن تنفذ المخطط القديم الذي كان مضمون مخطط الحركة الصهيونية في أواخر الثمانينات، الذي كان احتواء المزدوج للعراق وإيران
بعد أن دمروا العراق يريدوا تدمير إيران، لأنه إسرائيل تريد أن تهيمن على المنطقة بكاملها سياسيا وعسكريا واقتصاديا وأمنيا. هذا هو المخطط، وهذا بالضبط ما يحاولون فعله الآن. وبالتالي نحن دائما نقول أن الإخوة العرب يجب أن يقفوا معنا، إن لم يكن من أجل المسجد الأقصى وإن لم يكن من أجل الشعب الفلسطيني الذي من واجبهم أن يقفوا إلى جانبه، على الأقل من أجل أنفسهم ومن أجل بلدانهم المهددة بهذا الخطر الذي يريد أن يلتهم الجميع. هذا هو الواقع. وأنا برأيي ما قيل اليوم في خطاب السيد حسن نصر الله هو أمرين: الأمر الأول أمر استراتيجي، لأنه فعلا حكى عن الجانب الاستراتيجي الواضح بأننا نواجه حركة صهيونية تريد أن تستكمل مشروع الاستعمار الاستيطاني الإحلالي، وقضية آنية تتعلق بالاشتباك القائم هنا. وأهم نقطة فيه لن نسمح بتصفية المقاومة الفلسطينية.